مجد جديد يفوح بعطر القداسة من لبنان ليعم أرجاء الكنيسة والعالم. بالأمس القديس شرب المخلوف حبيس عناية الذي عاش الصمت والوحدة الدائمة مع الله حتى أصبح كالحربة التي ترد الشرور عن البشرية، ثم القديسة رفقة شريكة المسيح في آلامه، قضت حياتها طريحة الفراش، تخلع جسدها وضرب بصرها العمى، فأشرق نور المسيح في قلبها حباً وقداسة. بعدها القديس نعمطل الحرديني المعلم اللامع والمدبر الحكيم، وصولاً إلى الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي الذي عاش الرسالة في مجتمع يعاني البؤس والحرمان. واليوم الأخ إصطفان نعمي الذي لم يكن ناسكاً ولا مدبراً ولا مؤسساً لمشاريع إنسانية، بل كان راهباً متواضعاً وعاملاً بسيطاً في الحقول، متشبهاً بالله العامل الأول خالق السماء والأرض، اختار أن يكون في حياته وجهاً لوجه مع المسيح، فتكللت حياته بالبرارة والقداسة. ولد يوسف في قرية لحفد في بلاد جبيل من والدين تقيين، إصطفان نعمي وكريستينا البدوي حنا خالد. هو صغير العائلة المؤلفة من 4 أولاد: نعمت الله، سركيس، هيكل ويوسف، وابنتين توفيقة وفروسينا. تربى على حب الفضيلة والتقوى، وكان ينمو بالقامة والحكمة والنعمة. تعود ولادة يوسف إلى أوائل آذار من العام 1889 استناداً إلى تاريخ اقتباله سر العماد، إذ جرت العادة أن يتم ذلك بعد 8 أيام من الولادة. تربى في بيته الوالدي مدللاً، فكان ملاك البيت الطاهر كما قال عنه أخوه البكر نعمت الله. تمرس برفقة والدته في الصلاة اليومية، وواظب على حضور القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار إصطفان شفيع الرعية. اكتسب من والده حب الأرض والحقول، فكان يقضي أيامه في رعاية المواشي في معبد قديم مشيد على اسم القديس سابا. كان يوسف يصلي طويلا مكرما العذراء مريم التي كان مولعا بها. سحرته البرية والطبيعة الخلابة في بلدته، جال كثيرا في أحضانها فقربته من الله ومهدت له الطريق نحو القداسة. على إيقاعي لبت الأرض مشيت، ارتميت على الوفاء تمنيت، وطيب المنى من أرض وسماء، قطفت معه المجد إذ حلوت. وذات يوم بينما كان في الحقول مع المواشي
رأى حيوانا بريا صغيرا يسمى غرير، تبعه إلى أن دخل إلى مغارة محفورة في الأرض. لاحظ وجود آثار مياه فيها، فحفر في المكان إلى أن خرجت المياه من جوف الأرض. فصاح يوسف: هذا نبع الغرير. وسرعان ما انتشر الخبر، فعمت الفرحة أبناء قرية لحفد لاكتشاف ذلك النبع. فبتدفق مياهه تدفقت خيرات الأرض عليهم، ولا يزال هذا المكان يدعى حتى اليوم بنبع الغرير. في مدرسة القرية اكتسب يوسف مبادئ القراءة والكتابة وعلم الحساب، وأكمل دراسته في مدرسة قرية سقي رشمية. وهناك اكتشف من جراء معايشته الرهبان الذين كانوا يديرون المدرسة الحياة الرهبانية، فأعجب وتأثر بها، ونمت لديه رغبة عميقة في اعتناق الحياة الرهبانية. في العام 1905، وما إن أتم يوسف 16 من عمره حتى قرر ترك العالم واتباع السيد المسيح، وكانت مضت سنتان على وفاة والده. وخشية تصدي إخوته له، انسل خفية من بيت أبيه سالكا الطريق المؤدي إلى دير مارك بريانوس ويوستينا كفيفان ليترهب فيه، موطدا النفس ألا يرجع إلى الوراء، عملا بقول السيد المسيح: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. لحق به أخوه الأكبر نعمت الله ليمتحن صدق دعوته، فأجابه يوسف: يا أخي، إلى هنا جئت وهنا سأموت. أبونا يوسف خشان كان مهتم كتير بمسألة الأخ إصطفى النعمة من بعد وفاته، عمل نوع من بحث وشهادات حياة حول أخ إصطفى النعمة. كانوا إخوته كلهم بعدهم عايشين، راح لعندهم على لحفت بالستينات بالقرن الماضي وصار ياخد شهادات إخوته عنه هو. من جملتهم خيو الكبير حكي وكتبها أبونا يوسف بكتابه ابن الضيعة حبة الحنطة عن الأخ إصطفى النعمة. بيقول فيها خيو الكبير إنه أنا جيت لحقته على دارك فيفان وقنعته حتى يرجع على البيت، تنقول يعني بعده ولد عمره 16 سنة بلكي مش عارفين شو جاي يعمل. في كفيفان استقبل رئيس الدير الأب يواصاف لكفوني طالب الترهب الجديد، شرح له مشقات الحياة الرهبانية، لكن يوسف أظهر كل الاستعداد لمجابهة الصعوبات وقهر الذات في سبيل الله. وبعد 10 أيام تم قبوله في الابتداء، واتخذ له اسم إصطفان تيمناً بوالده واسم شفيع كنيسة رعيته في لحفد. مكث الأخ إصطفان في الابتداء 2 سنين متتلمذاً على يد معلم المبتدئين الأب إغناطيوس التنوري المشهور بفضائله الرهبانية،
والذي وضع يوم ذاك بموافقة السلطة الرهبانية قانونا جديدا للمبتدئين، مجددا الحياة النسكية والرهبانية في الأديار. وقد عرفت تلك الفترة بالإصلاحية، وتم التشديد خلالها على حفظ الفقر والحياة الجماعية المشتركة. تنوعت النشاطات في فترة الابتداء بين الصلوات والتأملات والاشتراك في القداس الإلهي وممارسة سر التوبة من جهة، والعمل داخل الدير وخارجه أي في الحقول من جهة أخرى. وقد ارتبط العمل في الحقل يومها بالطاعة والفقر والتمرس في تهذيب قوى الجسد والنفس معا. أرسله أبوه إلى روما ليكمل ثقافته على أشهر أساتذتها، فبرع في الفصاحة والبيان، وأولع بكتابات علماء اليونان والرومان بعد أن أتقن اللغتين اليونانية واللاتينية. بحسب قانون وفرائض الرهبانية، ينقسم الرهبان بعد انتهاء فترة الابتداء إلى فئتين، فئة الكهنة وفئة الإخوة الرهبان. وجرت العادة أن يقوم المجمع الديري المؤلف من الرئيس ومعلم المبتدئين ورهبان الدير بإلقاء القرعة التي تحدد من يبقى من المبتدئين في حالة الإخوة الرهبان ومن سيرتقي إلى الدرجات الكهنوتية. برزت هالحاجة هذه وانكتب عنها بالسنة 1909. فإذا الحاجة للإخوة العملي أو الإخوة اللي هن بحالة الأخوة الدائمة كانت ضرورة أكبر من حاجة الكهنة للأديار وللجماعة الدائرية، بينما للكنيسة الحاجة للكهنة هي أكثر. مين من لبي؟ ما منميز بين الأخ المعد إلى أنه يبقى راهب أو الأخ المعد إلى الحالة الكهنوتية. مش على معلم المبتدئين أن يميز هذا الشيء، لأنه الرهبانية بسلطتها هي اللي بتميز في الوقت المناسب هالشيء هذا. إنما على المعلم المبتدئين بدرجة أولى يميز مع الشاب يلي جاي على دار الابتداء إذا كان عنده فعلا دعوة رهبانية أم لا، لأنه التنشئة يلي موجودة بالابتداء هي تنشئة محض رهبانية على الحياة المشتركة، على حياة الصلاة، على حياة التأمل، يلي هي ممكن كتير مفيدة لحياة الكهنوت كمان، بس إنما بدرجة أولى نحن منركز على التنشئة الرهبانية بحسب قوانين وبحسب تقليد الرهبانية اللبنانية المارونية. أحد الرهبان بيعلق على هالحدث بالقول: جسم الرهبانية بيمرض إذا فقد راسه وفقد رجلي، أو بالأحرى جسم الرهبانية بيتشوه إذا فقد راسه وفقد إجراي. راسه هن الحبسة وإجراي هن الإخوة العاملين. عم يختصر حالة الرهبنة أنه نحن بحاجة للكل، بحاجة لحبسة، بحاجة لجماعات بالأديار يكونوا كهنة
كما أنه أيضاً بحاجة لأخوة عاملين لأنه هن بيوقفوا الرهبنة على إجريها. أما الأخ اصطفان فبدا فرحاً ببقائه راهباً عاملاً، مع أنه قد حصل من الدروس ما يوازي العديد من رفاقه الذين أصبحوا كهنة فيما بعد. سنة 1908 بيجينا زائرين رسوليين من قبل مجمع الكنائس الشرقية بروما يزوروا أديار الرهبان للرهبانيات الثلاثة، الرهبانية اللبنانية، الأنطونية والمريمية حالياً. بيروحوا على دير ميفوق تقريباً بشهر أيلول سنة 1908 وبيحكوا مع كل رهبان الدير. وبيحكوا مع الأخ اصطفان النعمة وبيكتبوا جمل 3-4 تصدر عن المقابلة اللي حكيوا هنوية، بيقولوا إنه الأخ فرحان كتير بحياته. وهيدي الشغلة بتطمننا وبتقلنا شغلة إنه الأخ اصطفان قبل بوضعه الرهباني وفرحان بحالته الرهبانية، وهي شغلة جيدة جداً. ما كان كاهن مرتسم، بقي راهب بسيط عامل في الرهبانية، ولكن أنا شخصياً بعتقد إنه كان رسول يمكن أكثر من اللي كانوا كهنة واللي من واجبهم يبشروا والناس. هو كان بالرغم من بساطته، بالرغم إنه ما كان كاهن، كان رسول كبير. 31 عاماً قضاها الأخ اصطفان في الحياة الرهبانية، أمضى 12 منها في دير سيدة ميفوق وقرابة 10 سنوات في دير سيدة المعونات جبيل، و3 سنوات في كل من دير مار أنطونيوس حوب، دير مارشال ليط القطارة، ودير مارمارون عناية، ثم عاد مجدداً إلى دير مار قبريانوس ويوستينك في فان قبل حوالي 7 أشهر من وفاته. كان شغفه العيش المستتر مع المسيح من خلال التكرس الرهباني الكامل القائم على الصلاة والعمل، فكان مصلياً في عمله وعاملاً في حياته يردد بتواتر: الله يراني. يعني أنا حبيت أعمل أخ، بحس بحرية أكثر بالطبيعة، يعني بحب مجيء الله من وراء إنه شغلي بالحقلي، شغلي يعني حتى بالشغل الدهان اللي عم بشتغل فيه هوني، شو بينطلب مني من الريس، يعني أم بأعمالي، وأكثر شيء بعيش بحرية بالحقلي بالطبيعة وبمجيء الله. وحبيت إنه اختبر حياة الأخ اصطفان وعيش مثله، لأنه أخذ شعار حلو بحياتي تعلمته منه إنه أقول الله يراني، يعني بأعمالي وين ما بكون إن عملت منيح بحياتي بشغلي بصدق أقول الله يراني، وإذا ما عملتش كمان منيح كمان أقول الله، يعني أقول الله يراني، بسعى مثل ما سعى الأخ اصطفان وصل للرب، وبدي أعيش على هالمسيرة وربنا بيعاوني، والرهبان معي هون بالدائر كمان بيساعدوني كثير على هالمسيرة. بذكر هالجملة الحلوة اللي قال له إياها أبونا يوسف كيروز للأخ اصطفان النعمة. يوسف كيروز كان بعده أخ بدير سيدة المعونات، قال له: يا أخي اصطفان صلي لي، أنا آخر ليلة من حياتي بكون أخ، بكرة بدي أرسم كاهن. بيجي بقول له: أخي اصطفان الله يوفقك يا خيي ويقدسك، بس بدي نبهك على شغلة، إن شاء الله مفتكر الكاهنة بيروحوا على السماء قبل الإخوة، أنا سابقك على السماء. كان يعيش بحالة صلاة دائمة
وكل اللي عرفوه تعرفوا عليه واشتغلوا معه بيعرفوا انه كان يعيش بحالة صلاة دائمة وعلاقة مباشرة مع الله. خلال هذه السنوات عمل الأخ إصطفان على استصلاح أراضي الأديار وتنميتها، لم يضيع دقيقة واحدة من وقته، وذلك عيشاً للقانون الرهباني الذي يأمر بأنه على الراهب إما أن يكون مصلياً وإما عاملاً. أحب الأرض فكانت له مدرسة قداسة، تعلم منها الصمت والعطاء، انكب على العمل فيها تطبيقاً لقول الكتاب: بعرق جبينك تأكل خبزك. قال عنه رئيس دير كفيفان يومها الأب أنطونيوس اللحفدي: كان عاملاً نشيطاً غيوراً على مصلحة الدير، محافظاً على واجباته ونذوراته، قائماً بما عهد إليه أحسن قيام. كانوا يسموه رئيس حقلة، يعني هو مسؤول عن الزراعة والأعمال في الحقول، ومعه كان عمال. هالعمال كان يتعاطى وياهن، يتعاطى معهم بكل محبة أخوية، وكان مشهور إنه صامت ما يحكي إلا وقت اللي بوجه كلمة حلوة للعمال اللي معه، يشجعهم أو يحكيهم عن الله، وغير هيك ما كان يحكي. وكانوا يحبوه وكان يضحي في سبيلهم، ويعرفوا أنه بيضحي، حتى أنه يقال أنه أحيان إذا شاف عامل ما معه زوادة كاملة يحرم حاله هو من زوادته ويعطيه حتى يقدر يشتغل منيح. أخ من الرهبنة اللبنانية المارونية، ناذر في الرهبانية، ملتزم بالحياة الرهبانية، عطى مثال لكل راهب خلال الأجيال، وعطى مثال للإخوة كثيرين لتبعوه بهالخط بدون ما يحصلوا على نعمة الكهنوت اللي هو نعمة بحد ذاته. تميز الأخ إصطفان بفضيلتي التواضع والقناعة، كان مثالا حيا في الحفاظ على نذوره الرهبانية الثلاثة: الطاعة والعفة والفقر، صامتا ومبتسما، محبا وخدوما، هادئا وصبورا. كان همه الاقتداء بالمسيح، لأنه كان يرى يسوع ويسمع صوته في كل عمل يقوم به. أجل الله خي مخول، الله يأجرك. الله يحفظك. أنا اخترت أبقى أخ بالرهبنة لأنه أول شيء تلبية لدعوة من الرب. شعرت أنه مدعو للحياة الرهبانية بس كمجرد أخ مش ككاهن، ولذلك تقدمت
على الرهبنة على دار الابتداء وقلت شو عندي والرهبنة قبلتني وأنا قضيت فترة الابتداء مثل كل الأخوة وتعلمت لاهوت مثل كل بقية الأخوة بس ما كملت ككاهن لأنه ما أناش دعوتي أنا بلاقي حالي كأخ وبلاقي حالي كأخ عم بشتغل بالحقلة من هيك بتشوفوني هون الحقلة بتعلم كتير إشياء مثل ما الكاتب بتعلم كتير إشياء ومثل ما نحن نتعلم من القديسين يلي مروا قابلنا وتقدسوا مارشال بتقدس كحبيس الحردين يتقدس كمعلم كمدبر والأخ إسفين تقدس بالحقلة نحن الله يقدرنا ونتقدس مثله بتنشئة المبتدئين بركز على أنه كل عمل بدهم يعملوا ظاهر أو خفي هو تحت نظر الله تماما مثل ما كان يقول أخ إصطفين الله يراني هالشغلة هيدي الأمين في القليل هو أمين في الكثير يعني وقت اللي ربنا بيشوفنا كيف نشتغل بالقليل بكفينا كمان بالكثير يلي ممكن نعمله كمان الأخ إصطفين مثل ما قلنا بيتميز بحياته البسيطة لم يكن حبيساً كان عايش بالدائر مع إخوته ومع العمال خاصة يعني كان له علاقة بالعالم خارج الدائر لأنه كان يشتغل بالحقلة وبنجارة ودائماً معه ناس تساعده إذن كان له علاقة بالناس أكثر من شربل أكثر من القديس عمطلة وأكثر من القديس رفا له علاقة بالعالم عايش حياة البساطة مثل ما قلنا الكاملة وحياة الصلاة الدائمة هاي هي اللي بتوصل إلى قمة القداسة بالرغم من أعماله وشغله وعلاقته بالعالم هذا لم يمنعه أنه يعيش علاقته بالله الدائمة والكلمة كان يرددها دائما هو عم بيشتغل يسمعه ويردد الله يراني لم تفارق السبحة يده لم يرتوي من تلاوتها مرات عدة في اليوم الواحد تكريماً للسيدة العذراء التي أحبها بعمق منذ صغره كما لم يهمل يوماً واجباته الدينية بل كان أول الواصلين دوماً إلى الكنيسة في الصباح وآخر المغادرين يتأمل بأقوال المسيح يشارك في الذبيحة الإلهية مغذياً روحه بالقربان المقدس زاده اليومي قبل الانطلاق إلى الحقول التي اعتنى بها أينما حل في أديار الرهبانية أنا كان عمري 14 سنة رحت اشتغلت مع الأخ إصطفين كان هو بالدائر هون رئيس الحقلة يعني اشتغلت أنا وكان في واحد معي تاني الأخ شربل كان جاي جديد على الرهبنة واشتغلت أنا وياه بهالربيعية مثلا ساعده بالحشيش بالشغل الحقلة إصطفين كن دائماً عملي عم تحكي بحجابك بعرف عم يحكي بيرتب عم يصلي بقلبه تشعر فيه انه عم يصلي صحيح انا
كنت ولد لكن بعرف انه عم يصلي. وقت اللي يكون بالحقلة ويدق الجرس يركع يقول لهم وقفوا 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 الشغل، يوقفوا وقفوا الفلاحة، يوقفوا يقول لهم هلأ التبشير بشروا، يركع حتى على الرجم يركع إذا كان حجار واحد ويبشروا بالشغيلة ويقول لهم ايه خيي الله يرضى عليكم رجعوا على شغلكم. حياته كانت صلاة دائمة وعمل دائم وعمل دائم، والصلاة والعمل كانوا يشتركوا، يعمل هو عم بيصلي ويصلي هو عم بيعمل. أتقن مهنة النجارة بمهارة حتى قيل عنه الأخ أصفين ما في دشر المنشار بتبرد مسكته. عمل في بناء الحجر إلى جانب حراثة الأرض، واهتم بصيانة وإصلاح المعدات التي كان يعمل بها، فوزع نهاره بين العمل والصلاة مع تقشف حاد في نمط حياته، حيث لم يكن يأكل إلا اليسير من الأطعمة المحضرة في الدير، وكانت أعماله كلها لمجد الله، وحياته مسيرة نحو الملكوت السماوي. كنت عيام المرحوم القديس بكفيفين الأخصفين، كان قاعد بالحارة هناك بحد الدير ويعمل صنود بالليل، نروح نسهر عنده نحن نلعب بالورق ولعبه، بس لا تعيطوا كل ما ظل شوية حطب من حد منه نقعدوا ندفع علينا، ويعمل صنود. كان في 7 تجواز بقر يشتغلوا يكسروا صنود بالنهار، من عشان يبدو علي يصلح لنيهون يجي عالدائر من الترم العشاء ترم الغداء يتغدى، ما يأكل غير شكل واحد بالدائر، بكون هيك مثلا رهبين عاملين خبز وفاضل شوي هيك هيك يعني يصير لقوط له 3-4 شقفات، اللي أنا لايش ما أشوفه من الشباك الصفرة، اللي يا ابني يعمل اللي بإيده هيك. وكل شيء هو شغل ما يبطل، بيعمر بينعجر بيبحتر 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 كل شي بيبحتر. كان بي فوق أو بالحار الكبرى كان بي فوق تقريبا منجور الدار هو عنده هو، وكان معه أخ تاني من بي فوق اسمه أخي جبرايل. عمل الأخ أصطفان مع المبتدئين كواحد منهم، حاول دوما تأمين جو من الراحة والفرح والمحبة للعاملين معه، أعطى كل ذي حق حقه بالعدل والمساواة، أحب القريب أكثر من نفسه، وكان يطعم زاده للجائعين. كان راهب له قيمته، كانوا الرهبان يحبوه، خاصة المسؤولين بالرهبنة وبالأديار كانوا يتمنوا أنهم يحصلوا على الأخ أصطفان في دايرون، لما يتميز من جدية بروحانيته بعمله، وكان عمل متقن، مشهور أنه كان يتقن عمله في الحقول و في النجارة وفي الخدمة الدائرية داخل الدائر، ما كان يقعد بطال أبدا. يحكى أنه إبان الحرب العالمية الأولى كان الأخ أصطفان يهتم بالمنكوبين والفقراء ليبعد عنهم شبح الموت. بأيام المجاعة كان كتير يضحي ويروح يشوف الناس كيف عايشة وياخد معه، طبعا كانت كل الناس متضايقة أو الرهبان كمان يعني بالكاد في حصة واحد يقدر يأكل، ياخد حصته ويفرقها للناس حقيقة اللي معوزين اللي جعانين. في شهر آب
من العام 1938 استدعي الأخ أصطفان من دير كفيفان إلى دير ميفوق ليساعد لجنة لمسح الأراضي في تحديد تخوم أراضي الدير، وكان الأخ أصطفان يعلم حدود الأرض عبر دمغات وضعها سابقاً خلال خدمته هناك. فمشى تحت الشمس ساعات طويلة لإتمام هذه المهمة، فأصيب بوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثر سكتة دماغية توفي برائحة القداسة يوم الثلاثاء في 30 من شهر آب من العام 1938، ودفن في مدافن دير مارق بريانوس ويوستينا كفيفان بحضور إخوته الرهبان الذين رافقوه إلى مثواه الأخير بالترانيم الروحية. ومش حدا غيره بيعرف الأرزاق، وأنتوا أخذوهم كفيفان، كان أيام صيف وشعب هونيك هو عم يبرم على الرسام هذا، صخر عالجه بالتزيين، نزلوه على الدار وجابوا له الطبيب، عالجه الطبيب هو مريض قاعد هو الرهبان بالمشرقية. صرت قلت لهم عمي بسرين حط لك شيء بعبي لك البريق، قال لي بتعبيه عبيه ما بتعبيه صار. هذا كان تعور نحكيه مع فت على الله انت ما بدي احكي باتهم بالجار. وصل اخ خلف مني قال وين ويت انا بحب نظام كان انا استرى. اذا بقى الورد تمتنى بعد 13 سنة، أي في العام 1951، توفي في دير كفيفان الأب يوسف الصوراطي. ولما فتح الإخوة القبر لدفنه وجدوا جثمان الأخ أصطفان نعمي كاملاً وكأنه حي يرزق ولا يزال على طراوته، حتى شعر رأسه ولحيته كان محفوظاً من السقوط. فانتشر الخبر وهب الناس من الجوار طلباً للشفاعة وللتبرك منه. في وقت لاحق كشف طبيبان على جثمان الأخ أصطفان، الدكتور لويس الزغبي المقيم في كندا والدكتور روزليان من البترون، وقد دهشا من حالة الجثمان اللين الناعم والشبه طبيعي وهو لا يزال خاليا من الفساد حتى يومنا هذا. في تاريخ 1950 قدم إلى كفيفان حكيم من كفرتيق من أصل لبناني ساكن كندا. إجا عمر شربل قالوا له في قديس بكفيفان اسمه القديس الحرضيني، إجا بده زور دير كفيفان تيتعرف على تاريخ الحرضيني. جيت أنا وياه والقور يسفرزق على الدير. بالمناسبة قالنا رئيس الدير عنا راهب جديد من أسبوع توفى وبعده بكامل جسمه
قلنا له إذا ممكن نشوفه، نزل هون على القبر هو ذاته وسحبنا التابوت البرة، وأنا كنت موجود كأنه غافة بالنهار ذاته. قمت له إيده، إعدته بإيدي تنزل بصدره. جن الحكيم قال بشفت أنا بتاريخي صار لي أبرم 20 سنة على جسيم بالشرق، ما لقيت مثل القديس هذا، ما لقيت مثل الشخص هذا. بعد ما شفني وصورت، أخذ صور ومعي صورة مذكورة بكتاب الأب خشان، الصورة أخذت سنة 1950. أنا موجود أول صورة. الثاني صورة الدكتور زغبي الحضر من كندا بوقتها. الخور يوسف رزق الموجود بصدر الصورة، وموجود الأخ صدفان بالتابوت قدامنا. بعد أعجوبة الجثمان الحي أنعم الله على بعض الذين التجأوا إلى الأخ صدفان بشفاءات تامة من أمراضهم، ونسبت إلى شفاعته عجائب ومعجزات كثيرة. وجاء شفاء الأخت مارينا ابنة شقيق الأخ صدفان ليدفع بالرهبانية إلى اتخاذ القرار برفع دعوة تطويب وتقديس الأخ صدفان إلى الكرسي الرسولي. أرفقت الرهبانية اللبنانية المارونية دعوة الأخ صدفان بدراسة لصحة الأعجوبة التي حصلت مع الأخت مارينا، وتقدمت بها إلى مجمع القديسين في روما في العام 2001 لدراسة بطولة فضائله. مارينا نعمة من قرية الحفد 1912، خلص عدى 1939. عندي دعوة الله تعالى كان يلهمني دائما أني أدخل الدار. كنت صلي ربنا يفتح لي الطريق. كنت تعرفت على مرحوم عمي، كان يشجعني وينشطني. استرت كثير على موته لأن ما كنتش بعد دخلت الدار، بس كان عامل لي معاملاتي وكان فهمني كل شيء. استرت كثير، بكيت تشبعت. بعدين لما شفت أنا قالوا لي إنه كشفوا عن جسمه لي وبعروا جسمه طري، قلت لي عمي قديس تعزيت لأنه رجل صالح قديس بعروا جسمه طري مثل ما هو كانوا نايم. لما جيت عالدار بوقت طويل يعني حصل لي مرض، لزمت الفرشة سنة 12 شهر ما قدر أتحرك، ما قدر أقوم وروح وأجي. إذا بدون أمونا على الكراسة يأخذوني على الكنيسة، بس ما قدر أتحرك أولا. بعدين رجعت صرت أفكر، طلبت من القديسين ما حصلت عاسي. قلت أنا بعد بطلب من عمي خصفين مش هيخيبني أكيد، هذا قديس طلبت منه. بعد جبت لأنه كان هو بحياته العلمانية فاتح نبع لما يسموه نبع الغرير، بيكون خبره كل عنه أكيد. إيه ما أنا المهم قدسة بعد بيجيب المهم وبيشرب منها، بشوف إذا كان ربنا بيلتفت إلي بعد الرحمة. بعد جبت بعد أختي، جبت لي أختي المهم وشربت منه معي مع صحة سنة، وأنا كأني ما بين شيء رجعت لحياتي الأولية. صلى الله القضية 16-17 سنة مش يوم يتنا بحالة. نشكر الله صلى الله عليه وسلم. طاب الرجاء، طابت أيام الفداء، طاب المدح والتمجيد. الأخت مارينا تقريبا من 18 سنة حصل لها وجع بكل جسمها، أول شيء بظهرها وبكل جسمها، بعدين ما عاد فيها تمشي أبداً حتى رسيت بالفرشة. خدناها عند عدة أطباء، من الجملة يعني أكثر شيء خدناها عند دكتور روجي أصعب.
بحاكم مستشفى البترون. عمل له تصوير وعمل له الفحوصات اللازمة. وجد بالصورة إنه معه ميكروب سرطان بالعظم. وبباب الرحم كمان لحمين تقريبا طوله 11 سنتي وعرضه 6 سنتي. قال لي يا سر أرسل سر مارينا كتير حياتها خطرة، إذا بدها تعيش بتعيش شهرين. كانت أختها كل جمعة تيجي تقعد عندها هيك ساعتين ثلاثة تتسليها. قالت لأختي يعملي معروف جبيلي معك بس تجي ماي من نبعة عمي خيست فين. جبت لها بس شربت من الماي ودهنت من الماي صارت أحسن. كان لها سنة راسية ما تقدر تنزل من الفرشة إلا بمعاونة الرهبات، وإذا بدها تمشي بدنا نهديها على الووكر. مرحبا مرحبا. جملت مراحل جملت مراحل جملت مراحل. قررنا البداية بتنقيب على كل الملفات عن الأعجوبة، من ملفات الأطباء، من الأدوية، من الفحوصات الطبية اللي قامت فيها، ومن أقوال الأطباء ومن رفقة وخبراء أطباء. وطلبنا فتح دعوة كطالب دعوة القديسين. طلبت من سيادة المطران بولس إميل سعادي رئيس أساقفة أبرشية البترون المارونية أنه فتح الدعوة. وبالفعل بنهاية 2002 من بعد الدعوة الأولى عن قداسة الأخ ستفان وقداسة حياته وشهرة القداسة عنده وعجائبه، حملنا إلى روما الملف الثاني اللي هو ملف الأعجوبي اللي بيثبت حياة وقداسة وشهرة قداسة الأخ ستفان. وكانوا الملفين عم بيمشوا مع بعض في مجمع القديسين في روما. الحقبة الأولى قبل الدعوة الأولى، الملف الأول عن حياة وشهرة عجائب وبطولة فضائل الأخ ستفان مجمع القديسين وبال2002، ومشيت الدعوة حتى أعلن مكرم بليلة عشية عيد الميلاد بسنة 2007. اليوم بعد 3 سنوات نحن عم نحتفل بتطويبه. كنيسة لا تعلن أيا كان قديس، تعلن من يعترف الشعب بقداسته. وقت الشعب يعترف بقداستون ساعتها الكنيسة تتدخل حتى تشوف حقيقةً إذا قداستهم أصيلة، وإنه إذا إكرام الشعب إلهم هو أصيل، وتعلن ذلك. أما راهب منه مشهور بالقداسة، شهرة القداسة بسموها شهرة القداسة. نحن نشكر الله برهبتنا، في كتير رهبان بيتمتعوا بشهرة القداسة، ولكن كل واحد بيتميز عن الآخر. عاش الأخ ستفان نعمي راهبا صالحا وخادما أمينا لله ولأخيه الإنسان، ترفع عن كل ملذات الدنيا ليتعلق قلبه فقط بالسيد المسيح، فسعى للاقتداء به في كل أعماله حتى بات ملاكا بصورة إنسان. الأخ ستفان عرف يصغي إلى همسات الروح وإلى تعليم معلمه في الابتداء وإلى إرشادات رؤساء. وصفته أنا بكتابي اللي كتبته عنه أنه الأخ ستفان وج صامت، عاش بإطار رهباني اجتماعي سياسي اقتصادي معين، ما عمل ثورة على الواقع اللي عايش فيه، ما رفض هالواقع اللي عايش فيه، ولكن قبل الواقع مثل ما هو وابتسم له. عرف يعبي حياته من الإنجيل، من تعاليم رهبانية وإنجيلية بصفاء. لذلك سميته تلميذ ماهر لغناطس التنوري. والأخ ستفان بالنسبة لي بيعني هالإشياء هيدي، البساطة، الانمحاء، الاختفاء، وبالتالي المجد مع يسوع المسيح. القديس هو مثال قبل أن يكون أي شيء، مش الشفاعة المهمة. ممكن أنه بشفاعته نحصل على نعم، بس مش هذا المهم.
المهم أن يكون مثال لنا في حياتنا المسيحية. الأخ اصطفان بلغ أسمى درجات الكمال في عيش محبة الله والقريب إلى حد التفاني والعطاء البطولي. طوباوي جديد على طريق القداسة ورسالة سماوية من الله من أجل خير لبنان والبشرية جمعاً.